يا نبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاهدي قناة محضرة، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل قراءة كتاب سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. حدثنا محمد بن يحيى القطي البصري، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي، حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. باب ما جاء كم فرض الحج. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن علي عبد الأعلى عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. قالوا في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة: باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي، حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة، فساق 63 بدنة. وجاء علي من اليمن، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل.
فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة فطبخت فشرب من مرقها. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام، حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعران إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعران والرابعة التي مع حجته. قال في الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. قالوا في الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. باب ما جاء في إفراد الحج. حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال في الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنه: وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.